بودز تي في، عيش الخبر أينما كنت. سيول تشكلت بفعل المنخفض الجوي، أودت بحياة البعض ودمرت البنية التحتية. ظاهرة لافتت هديل لتخرج بجهاز صغير كحل لها، جهاز يدفع الأوساخ المتراكمة على المصارف ويسحب المياه. هديل فكرت وطبقت، ولم تكن تعلم أن هذا الجهاز سيحملها معه إلى الولايات المتحدة للحديث عنه، بعد أن فازت بجائزة فلسطين للعلوم والتكنولوجيا. مشروعي هو استوحى من انه مشكله لما تيجي الامطار بتحمل معها حجر وحصم، هذا الامر هو اللي بيؤدي الى اغلاق المصرف وفيضان المياه. احنا جبنا هاي المشكله وحبينا ان شاء الله نعالجها. المصرف هلا هذا الجهاز بيقوم برفع المسامير، المسامير لما تطلع بتزيح الوسخ عن المصرف، وهذا بيؤدي الى حل المشكله مش جذريا، على الا شوي بخف من حدتها، لانه حل هذه المشكله بده شغل كثير، اما انا جبت طريقه بسيطه ومش معقده ابدا ابدا. مشاريع كانت وسيلة لتنمية أداء وقدرات الطلاب في مهارات البحث العلمي، توزعت على عدة مجالات لتتنوع وخضعت لقوانين عالمية لتنافسها. فكرة أهم شيء، أصالة الفكرة، قدرة الطالب على التعبير عنها، مقدار ما قطعه الطالب في إنجاز عمله. لاحظنا أنه بعض الطلبة فعلا عندهم قدرة على الدفاع عن فكرته، وإنها فكرة جاي من حاجة ومن مشكلة. وفي مشاريع بتتباين انها تكون تقليديه، خلينا نسميها يعني، اللي بتحاكي فكر عامه وعاديه ومشكلات مكرره، ولكن بنلاحظ بعض الطلاب بحاول انه يضيف على هذه المشاريع السابقه. وزاره التربيه والتعليم تبنت المشاريع ورعت اصحابها الذين اتبعوا نهجا علميا لتطبيقها، وساندتهم لبناء مجتمع مبني على المعرفه. هذه المشاريع هي بتخليهم يطبقوا هاي النظريات عمليا وفي جميع مناحي الحياة اليومية، وهذا أيضا بيساعدهم لما هم يتوجهوا للجامعات، لأنه بتنمي برضه فيهم القدرة على الإبداع والتميز. وإحنا بحاجة إنه نشجع جامعاتنا من أجل ترويج البحث العلمي على أهميته. مشاريع كرمت وجوائز حصدت لكافة محافظات الوطن ومدارسها، ومن هذا المعرض كانت البداية، بداية ابتكار وإبداع لعلماء الوطن الصغار. أفكار متميزة لجيل ما زال في بداية طريقه العلمي، أفكار جسدت ونفذت لتفتح بابا نحو العلم والعالمية. لتلفزيون القدس لما أبو هلال، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.